بعض الاسماك في الواقع نعمه فالسمك هو اللحم الطري الهنيء الذي امتن الله به علينا لكن لا يمنع هذا من وجود بعض الاسماك السامه المميته وكذلك الامر في الرؤيا فاحيانا فقط وليست دائما ما تكون رؤية السمك من المبشرات واليكم التفاصيل اسماك المياه العذبه في الرؤيا تدل على نجاح الشراكه سواء كانت زواجا او تجاره لكن اذا كان السمك يطفو على الماء فهو تحذير شديد من اجراء او المضي في هذه الشراكه وعلى العكس فان من الرؤى المبشره رؤيه السمك يسبح على سطح الماء لان معناها هو تيسير الامور او اكتشاف الاسرار المخبوءه من الماضي او اعاده توزيع الميراث بشكل عادل رؤيا سمكه لها وجه انسان ترمز لوظيفه المترجم لان البحر واحد والسمك الوان وكذلك الارض واحده والالسنه مختلفه اذا رايت عددا معروفا من الاسماك في المنام فهو رمز لعددهن من النساء في حياتك فان لم يعرف العدد فهي اموال من مصدر مشكوك فيه رؤيا العثور على خاتم في بطن سمكه تشير الى القوه والسلطه وهي من الرؤى المتواتره في كل الثقافات اذا راى احد في حلمه لؤلؤه او لؤلؤتين في بطن سمكه فهذا يعني انه سوف يتزوج من امراه غنيه وينجب منها ولدا او ولدين وكذلك اخراج الدهون من بطن سمكه يرمز إلى الحصول على أموال من جهة امرأة سرية رؤيا أكل السمك المشوي تدل على تيسير العلم النافع لأن السمك لحم طري هنيء خصوصا إذا كان مشويا أما السمك المقلي فيفسر عادة باستجابة الدعاء رؤيا شراء السمك من الصياد تدل على اقتراب الزواج لان الصياد هنا يشبه والد الزوجه فقد جعله الله سببا لوجودها كما تشبه الزوجه السمكه لانها اذا خرجت من بيت اهلها كانت كالسمكه التي خرجت من الماء كما ان بذل ثمن السمكه للصياد يشبه المهر الذي يقدمه الزوج للزوجه رؤيه السمكه الكبيره جميله المنظر طيبه الرائحه بشرى بالزوجه الصالحه والعكس بالعكس